المرحلة الأولى في الولادة، وهي أول مرحلة من مراحل الولادة الطبيعية الثلاث، هي مرحلة تمدد عنق الرحم. فعنق الرحم هو الصلة بين الرحم والمهبل، وهو حلقة مرور الجنين إلى الخارج. ولذلك فإن هذه المرحلة الأولى من مراحل الولادة الطبيعية هي أطول وأصعب مرحلة، تنقسم بدورها إلى ثلاثة مراحل. أول خطوة في المرحلة الأولى من مراحل الولادة هي أن يتمدد عنق الرحم من 0 إلى 4 سنتيمتر، وهذه الخطوة من الممكن أن تستمر من 6 إلى 10 ساعات، وتختلف بالطبع من حالة ولادة إلى أخرى. ودائما ما نقول إن في مراحل الولادة الطبيعية للبكر أو الابن الأول تطول هذه الخطوة قليلا، وتكون التقلصات في هذه الخطوة الأولى ليست عنيفة بل خفيفة ومحتملة، وتحدث على فترات متباعدة وغير منتظمة. أما الخطوة الثانية من مراحل الولادة الطبيعية هي التي يتوسع فيها عنق الرحم بمقدار من 4 إلى 7 سنتيمتر. في هذه الخطوة تتقارب التقلصات وتصبح أكثر حدة، وتحدث كل 3 إلى 5 دقائق. وتستغرق هذه المرحلة من مراحل الولادة من 3 إلى 6 ساعات، ويمكن في هذه المرحلة ظهور بقع من الدم أو انفجار كيس الماء المحاط بالجنين. الخطوة الثالثة والأخيرة في المرحلة الأولى من مراحل الولادة هي التي يمتد فيها عنق الرحم حوالي 10 سنتيمتر. هذه المرحلة تستغرق من 20 دقيقة إلى ساعتين. فيها تكون الانقباضات قوية ومتقاربة للغاية، ويفصل بينها عدة دقائق أو ثواني، ويمكن أن تشعر الحامل برغبة في الغثيان، وبها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الولادة الطبيعية. المرحلة الثانية يكون الفرق بين مراحل الولادة الطبيعية ومراحل الولادة القيصرية بعد انقضاء خطوات المرحلة الأولى السالفة الذكر والدخول في المرحلة الثانية. ففي مراحل الولادة القيصرية يمكن أن يمتد عنق الرحم، ولكن يوجد مشاكل في الولادة تتسبب في حدوث الولادة القيصرية دون حدوث باقي مراحل الولادة. أما في الولادة الطبيعية فبعد أن تنتهي مرحلة تمدد عنق الرحم نبدأ مرحلة جديدة من مراحل الولادة الطبيعية، وهي مرحلة الدفع، وهذه تستغرق حوالي ساعتين. أما في مراحل الولادة الطبيعية للبكر أو الطفل الأول يمكن أن تستغرق أكثر من هذا، وتبدأ الأم فيها بالدفع، وذلك بالتزامن مع الانقباضات التي أصبحت متقاربة وقوية للغاية، حتى يتم ظهور رأس الطفل من فتحة المهبل. في هذه المرحلة من مراحل الولادة إذا كان الطفل ضخم أو تعاني الأم من أي مشكلة يقوم الطبيب بعمل شق في منطقة المهبل، وهذا ليساعد في تمرير الطفل، أو يمكن استخدام الشفاط لخروج الأطفال أصحاب الرؤوس الكبيرة. ثم تأتي المرحلة الثالثة في الولادة، ولا تنتهي مراحل الولادة الطبيعية بخروج الطفل، فهناك شيء آخر يجب إخراجه حتى تتم مراحل الولادة الطبيعية بسلام، ألا وهي المشيمة. فآخر مرحلة من مراحل الولادة الطبيعية هي خروج المشيمة، والتي تخرج بعد دقائق معدودة من خروج الطفل، ويصاحب خروجها تشنج خفيف أو ألم بسيط. وفي هذه المرحلة إذا لم يتم خروج المشيمة بشكل كامل يلجأ هنا الطبيب إلى إخراجها بنفسه حتى لا تتسبب في مشاكل صحية للأم بعد ذلك. ومهما كانت مراحل الولادة الطبيعية قاسية وصعبة فبالتأكيد هي أقل خطورة من مراحل الولادة القيصرية، ففي النهاية لا يوجد ولادة بدون ألم، وقد فطر الله سبحانه وتعالى كل امرأة على أن تتحمل هذا الألم الذي على الرغم من قساوته فهو يحمل لها أجمل هدية.